السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الرائعون أيتها الرائعات، عودنا والعود أحمد. الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا ومبروك عواشركم. والحلقة ديال اليوم فيها ثلاثة ديال الفقرات وما غادي نطولش عليكم، طبعا تحت عنوان السيادي والمتهادي، وكذلك تحت عنوان الشغل غادي وكيزيان، اللعبة والفراجة غادية وكتزيد القدام. كيف ذلك السي إلياس؟ أش كاين؟ نشوفوا مثلا يعني قناة ديال بي بي سي البريطانية في النسخة ديالها العربية تطرقت لقضية الصحراء الشرقية المغربية ونشرات الخريطة ديال المغرب بالحدود الحقة كاملة مكمولة. فهذه مسألة إخواني وأخواتي هي مهمة جدا، لأن هاد الناس راه ماشي كيلعبوا. خلينا فرونس 24 العميلة لفرنسا، للمخزن العميق ديال فرنسا. لا، حنا كنعرفوا على ان الصحراء الشرقيه اي واحد عنده عقل وبغى يعرف غيعرف على انها مغربيه. قبل ما ندخل لكم في الموضوع او في الحلقه مباشره، شوفوا معايا غير هاد اللعيبه هادي نسميوها حنا اللعيبه، وشوفوا حقق مزيان المخرج. كبر لي الله يخليك مزيان الوثيقه، وكبروا لي الشاشه نعم سيدي، وطلقوا لي البشاشه. هذه هي ماذا؟ هذه هي وهران. وهران كانت كتلعب نعم سيدي في الدوري المغربي. وهران كانت مع الدوري المغربي، ما كاين شي حاجه سميتها الجزائر، وهذا الشيء هذا هي السنه اسطر لي تحت السنه الله يخليك. اذا دابا ردوا معايا البال، ركزوا شدوا معايا الله يخليكم شي حاجه تشربوها، ولا من الاحسن شدوا شي ستيلو ورقه، لان هذه المعلومات انا بغيت تدخل لكم في الدماغ في المخيخ، بغيتها تدخل لاي واحد. والحاضر يبلغ الغايب، معلومه تاريخيه اخوتي المغاربه خصكم دائما تعرفوها. الناس ديال الصحراء الشرقية رفضوا باش يشاركوا في الاستفتاء المذل الكراغلة اللي دارتو فرنسا، وهضرت عليه وسبق لي هضرت عليه اكثر من مرة. اشنو قالوا ليهم؟ غديروا الاستفتاء بشرط تبعية لفرنسا. الناس ديال الصحراء الشرقية قالوا ليهم حنا مغاربة وما غادي نشاركوش في هذا الاستفتاء، ولهذا ما شاركوش في الاستفتاء. ونتحدى اي صعلوك يجي يقول لك الناس ديال الصحراء الشرقية يجيب لنا الدليل انهم شاركوا في الاستفتاء ديال حكم وثيقة الحكم الذاتي بشرط تبعية لفرنسا. ما كاش برك، ما كاش. ولهذا حنا الصحراء الشرقية ديالنا بمواليها بالأرض ديالها باللي فيها، واضح؟ لأن التاريخ لا يرحم. بشار وتندوف وأدرار والقنادسة، اي نعم سيدي، مغنية وتلمسان ووهران، اي نعم. الصحراء الشرقية مغربية أبا عن جد، والسكان الأصليين ديالها مغاربة. والمغرب كيف ما كان الحال طال الزمان أو قصر، فضروري المغرب سيطالب بتدويل هذه القضية. ضروري غادي يمشي للأمم المتحدة ويطالب بالأراضي ديالو بالحدود الحقة بما فيها ما تسيطر عليه كذلك إسبانيا، لأن إسبانيا سيداتي وسادتي ما عندهم حتى شي وثيقة كتدل على أن المغرب تنازل ليهم على سبتهم ليليا والجزر في وقت من الأوقات. أبدا. الصحراء الشرقية الأعداء أولئك الكراغلة يعلمون، والفرنسيين يعلمون، والإسبان كذلك يعلمون علم اليقين مرة أخرى ما تعنيه كلمة الحدود الحقة اللي عندنا في الدستور المغربي. ولهذا وزير الخارجية ديالهم هذاك اللي هذا الرمامطة الحدود الحقة ما بغاتش تصرط ليهم، قال لك لا احنا عندنا فكر توسعي، لا، الأرض أرضنا يجب أن تعود إلينا. فيه مادة صريحة في دستور المملكة المغربية تتحدث عن الحدود الحقة للمملكة المغربية، حدود الحقة، ويعني هذا أن الجانب المغربي هو وحده الذي يقرر أين تبدأ وأين تنتهي الحدود الحقة. لدينا اختلافات، واختلافات جوهرية أو خلاف جوهري فيما يتعلق بالتوسعية مقابل احترام الحدود الموروثة عند استقلال كل دولة من دول المغرب. دابا غادي نمشيو، علاش قلت لكم شدوا الورقه والستيلو، ولا خلي 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 الستيلو يركز معايا الله يخليك مزيان، حل لي العوينات وشوف معايا. هذه ماشي انا اللي جبتها، هذه وثيقه الاستفتاء كيقولوا ليهم هل تريد ان تصبح الجزائر دوله مستقله متعاونه مع فرنسا حسب الشروط المقرره في تصريحات 19 مارس 1962، نعم أم لا؟ فكثير من الناس اللي هما الأصل ديالهم كراغلة، يعني جايين من داكشي ديال الجيش الإنكشاري والفرنسيين، طبعا غيصوتوا بنعم، والخوانة كذلك وأصحاب المصالح غادي يصوتوا بنعم.
والجزائريين الأحرار للفئة اللي كنستثنيها أنا دائما وكنقول أنا كاين واحد الفئة الناس ولو كانت صامتة يعني لا قدرة لها على الكلام أو على الفعل فاحنا كنحترموهم. فهؤلاء الناس من طبيعة الحال ما مشاوش صوتوا بنعم على هذا الاستفتاء هذا اللي غيخليهم كيعيشوا العبودية إلى يومنا هذا. إذن من اللي قرينا هذا التاريخ هذا 1962 مارس 62 باش كيفكركم بواحد الحلقة درتها هذه واحد جوج ديال السيمانات وتكلمت على وثيقة إيفيان. وثيقة إيفيان للآن الجزائر كتقول لفرنسا لغيوها نحيدوها، فرنسا ما بغاتش غير هاد الأيام هذه، قالت لهم لا الوثيقة كتبقى أو الاتفاقية كتبقى هكذا. إذن الجزائر شنو قالوا لهم؟ قالوا لهم ولكن ما تنشروهاش، لكنها نشرت بطريقة سرية في حل الوثائق ديال الصحراء الشرقية وتوصلنا ما يفيد أو لما يفيد في هذه الاتفاقية. فرنسا خرجت من الجزائر من بعد الاتفاقيات كثيرة، يعني من بعد عدة اتفاقيات، الأبرز ديالها في هذه الوثيقة إيفيان شنو هي؟ أنا نعودها على مسامعكم مرة أخرى، بل عشرات المرات يجب أن نعيدها لأنها مهمة جدا، حتى بعض الجزائريين راه تلقاهم ما عارفينش، ولهذا كل ما تكرر تقرر كما قال جدة قبل ما تغدى وكما قال جدي ملي كان قدي. إذا نشوفوا بند من البنود اش كيقول، تسعود ديال الآبار من البترول والغاز ستبقى في ملك فرنسا إلى يوم الدين، يعني دائما بور توجور بور توجور يا ما شيغي يا ماما فرنسا. إذا بند آخر كيقول إجراء التجارب النووية فوق التغاب الجزائري باتفاقيات قابلة للتجديد. واضحة هذه؟ أرى نشوفوا ما هو أسوأ، الموانئ الجزائرية ستبقى قواعد عسكرية لفرنسا. لطيف لطيف، الموانئ كتبقى قواعد عسكرية لفرنسا وهي من تتحكم فيها، وأولئك العسكر ما هم إلا عساسين بحال اللي قال هذا، قال لك بحال إلا فرنسا كرياها لهم. الجزائر الآن فرنسا بحال إلا كرياها لهم، الموانئ النفط وزيد وعدة مصالح كتحكم فيهم فرنسا والأخرين كيعطيو الحساب وعندهم يعني الضوء الأخضر يديروا ما بغاو بالناس اللي عايشين في البلاد بحال اللي داروا في التسعينيات لما يصطلحوا عليه بالعشرية السوداء. إذا الإخوة والأخوات نشوفوا بند آخر، يمنع على الجزائر استعمال جنودها خارج الجزائر أو خارج الجزائر حسب الروايتين. إذا هنشوفوا بند آخر كذلك، الحفاظ على أسس النظام الفرنسي في التعليم والثقافة. سمعتوا العام اللي فات لا فرنسا ملي قال لهم ماكرون ما عمركم كنتوا أمة وما عمركم غتكونوا أمة وهالأصل والمفصل ديالكم، وحتى 62 كما هو معلوم عند العالم متى تأسست الجزائر أو الجزائر، هانتوما 1962 هذه كتوقف لكم هنا. إذن باش يردوا على ماكرون قال لك بالله راه هو غادي الفرنسيه ما غتبقاش كلغه كذا، إذن مالكم ما بقيتوا بهذاك الكلام؟ مازال كنسمعوكم واش عقلتوا اخوتي العام اللي فات فاش طلعوا قال لك الفرنسيه يفرنسون ويفرنسون ويتفرنسون وهم اصلا يعني متفرنسين هكاك في الاصل والمفصل ديالهم باش يكونوا واضحين. بدليل ماذا؟ شفتوا غير باش كيخرج الخرجات البهلوانيه ديال مجيد السلطه مع ملي كتجي الدوره الشهريه مع هذاك ما يسمى بالصحافه المحليه، كل شهر كيخرج فيضحك العالم. اشنو مجيد السلطه باش كيتكلم؟ ايوا راه انا كنتفرج في داك الشيء كامل، كيهضر نص عربية ونص فرنسية وكيجيبوا ليه صحفي بالعربية وصحفي أو صحفية بالفرنسية وكيبدا كيهضرون على مسيري بحال جالسين في الشونطيليزي الشونطيليزي ولا الشونطيليزي تما في هذيك البلاصة تما جالسين، راه رباعة ديال الهبال، ولهذا راه ما يقدروش يخرجوا من هذيك الاتفاقية، ضروري الثقافة واللغة الفرنسية تبقى هكاك مخشية المخالب ديالها فيهم، وهذا ما هو الأمر عليه. إذا عليك أن تعلم أنك لازلت محتلا أيها الجزائري أيتها الجزائرية، وأن كل ما حدث هو أنك انتقلت من احتلال مباشر من فرنسا إلى احتلال غير مباشر
من أعوان فرنسا وعبيدها وبرتكانتها وجزمها وطرطوراتها الذين يحكمونكم الآن مع أو رفقة كلاب ضالة وهي الأبواق المصدية ديال ما يصطلح عليه بالإعلام هنالك عند الجزائر أو هوكلاند. إذن نمشيو للشروق نيوز تي في وبعجالة شوفوا معي الله يخليكم كيفاش كيناقضوا نفوسهم في الليل 40 وفي النهار 40 مرة. شوفوا معي مزيان أنا علاش كنقول لكم ركزوا اليوم ما متصمت لي أنت شي حاجة أخرى تتسالي عتسير تفرج في حاجة أخرى. السارقة متواصلة قرأ معي الله يجازك بخير لا أسيدي مشاهدين الكرام. السارقة متواصلة نساء طنجاويات في تظاهرة بالحايك المغربي الأصيل. هما كيقولوا الحايك ديالهم جزائرياك ولكن عاود مرة أخرى لأنهم مليون فعقلوا لأنهم المليون ونصف مليون عبيط أو مليون ونصف مليون لقيط مع احترامات البقية يضحكون الناس بالهبل ديالهم أو سخط الله اللي كيدير فيهم هذا الشيء. وانتو شنو كيقول الحايك المغربي الأصيل؟ واش هو حايك مغربي أصيل ولا غير كنكذبوا حنا ولا هي سارقة موصوفة ولا إذن مادام هو حايك مغربي أصيل إذن علاش داير السارقة متواصلة؟ لماذا؟ علاش كنقول لكم أصبحتم أو أصبحتم مهزلة وأضحوك أمام الجميع حتى أمام العقلاء والعاقلات في الجزائر. وهذه حقيقة وكاين الناس من الجزائر اللي كيتواصلوا بنا وكيقولوا لنا كنحترموكم والله ويشكرون هذه القناة. فبعض الناس من اللي كيتصلوا بيا كيعرفوني انا ما كنقصدهمش هما ما كنقصدش الفئه الاحرار العبيد. يكفي ان تتحصل على شهاده الابتدائي حتى تصبح صحفي محرر مدون فيما يسمى بالجزائر. اذا كيبغيو يتهموا المغرب بالسارقه وفي نفس الوقت كيعترفوا بالحقيقه من حيث لا يعلمون. ما عليناش حنا نحيدوا الحايك لان ما نخليوش الحايك ينسينا في الصحراء الشرقيه كما قلت البارح. اجيو دابا عند خديجه بن قنا وهنايا بغيتكم تركزوا كثار وكثار لاننا شحال من مره كنقول لكم على الابواق الماجوره كبن قنا وكتعارجي وهذه على انهم مدلسون بحال مجيدو الصوطه كذلك كيدلس على هذوك المستحمرين المستبغلين اللي في الجزائر. كيف ذلك السي الياس واش كاين شي جديد؟ كاين الجديد نعم سيدي ما كاينه غير النيو. كيفاش التغريدة ديال خديجة بن قنا الحايك والعجار وكتشرح ياك قالت بالله راه لبساتو امها وجدتها وجدت امها هكذا قالت امي وجدتي وجدت امي ومجاهدات الجزائر خلال ثورة التحرير هكا قالت ياك. اليوم العالمي للمرأة كان يعني مناسبة للتعريف بالحايك في معهد الدوحة كما قالت واضح ومشات ولبسات نعم سيدي ديك الحايك هكا وداك اللعيبه وهذه وكاينه الاساتذه والطالبات و و و التدوينه ديالها راه باينه بلا ما نعاودوا. ما عليناش صحيفه قطريه هي قالت امها انا كنبين لكم انا بغيتكم يعني بقلوب واعيه امها وجدات امها كانوا كيلبسوا الحايك هي راه ما كذباتش حنا ردينا عليها حنا حسبنا قلنا راه الجزائريات زعما وماشي لا هي راه تدليس. شنو اللي كيبين التدليس ديالها؟ انا راه تصدمت ملي شفت انا الصحيفه اللي نقلنا لكم ما يلي. الصحيفه هذه يعني صحيفه القطريه سبق لها واحد الاعلامي دار معها انترفيو مع خديجه بن قنا وسولها قال لها بالسؤال ركزوا معايا وشوفوا مزيان الله يخليكم هل لديك زملاء من المغرب وكيف تجدين مستوى الاعلاميين المغاربه في قطر؟ جاوبتهم وقالت لدي زملاء وأصدقاء. هادشي قبل هادشي هذا ملي كانت قبل ما تولي قزمة في أرجل العسكر في حال الدراجي واخا ثم عندي أصدقاء مغاربة كثر وأنا أعتز كثيرا بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمعني بهم وبالمستوى المهني الراقي الذي يتمتعون به سواء من السعودية والبحرين ولدينا أسماء مغربية مشهورة في مكاتبنا في واشنطن وفي المغرب وفي غرفة الأخبار يعني في قناة الجزيرة. وهي تقول لي هنا وهذا هو المهم عندي أنا اسمعوا مزيان وسأفشيك سرا إذا قلت لك أن في عروقي دما مغربيا أو دما مغربيا ذلك لأن جدتي من أمي مغربية أصيلة من مدينة طنجة ونحن نزورهم باستمرار. بابا 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 بن قنا بوها كرغولي
ولكن عندها دماء تجري في عروقها مغربية. جدتها مجدتها طنجة، والعائلة طلعت شمالية خيدي، يعني العائلة طلعت طنجوية. يا لطيف. إذا ملي كانت هي كتقول حايك، هي ردا كانت على الخرجة اللي خرجوا الطنجويات دايرين يعني ديك عيد المرأة وداروا ديك الذكرى الحايك، زعما لا الحايك راه جزائري. يعني هذا الإنسان اللي كيشوف وكيتفرج، ولكن هي في دماغها إلى حصلات واحد في يوم من الأيام هتقول علاش أنا قلت أمي وجدتي من أمي وما ذكرتش منين. ولكن التاريخ لا يرحم، التاريخ علاش أنا قلت لكم شدوا السيل وقيدوا العلم بالكتاب، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. إحنا الحاجة اللي كتكتب وكتقيد بحال الوثيقة، بحال الوثيقة. علاش كنقولوا لا ثقة إلا في الوثيقة؟ الوثيقة كتبقى أين هم الآباء والأجداد وأين هم الفراعنة الشداد، كل شيء كيمشي وكل هالها، ولكن كتبقى الخريطة والوثيقة العامة سيدي والحقيقة في دقيقة، كاينة ولا ما كاينش. إذن مدى تأثير خديجة بن قنة سيداتي وسادتي في مواقع التواصل الاجتماعي؟ شوفوا معايا وردوا معايا البال، علاش هما كيتخلعوا منا؟ علاش كيخافوا منا؟ علاش كيعرفوا على أن صوتنا كيوصل بالحق وبالمصداقية؟ عندها 11 مليون متابع على الصفحة ديالها في الفيسبوك. الفيديو هذا اللي نشراته، وهذه دابا تقريبا 3 ايام اليوم، 3 ايام هذه باش نشراته او 4 ايام ياك. شوفوا معايا 23 الف مشاهدة اللي عندها دابا، دخلنا غير قبل قليل، و 2000 ديال اللايكات. صوروا معايا الإخوة، أنا دابا هانتوما كتفرجوا، يلا حطنا الفيديو دابا، أنا حيت كنهضر زعما على أساس أنا حطيت الفيديو. كدوز ساعة د المكانة كتلقى اللايكات وصلوا الحمد لله 3000 أو 4000، ولهذا غنقول لكم ديروا اللايكات بغزارة وبكثرة، الله يخليكم. 2000 عباد الله، يعني هادوك الموتى اللي عندهم في الصفحات تما راه ماشي متتبعين اللي هما دغيا كيملوا منهم، بحال انا الدراجي قال لك عنده 3 مليون ديال لي زابوني، انا نسم ابوني معاه، قال لك قبولاتي واتع عناق، يا خويا سير قبل الجنيه اللي جابتك يا قبولاتي، راه حنايا كنتابونوا باش كنشوفوكم شنو كتقولوا شنو كتنشروا. ما علينا الاخوه والاخوات الكرام، غنمشيو لموضوع اخر لا يقل اهميه، وغادي نحاول نختصر ما امكن حتى لا اطيل عليكم، وحتى باش ما نغوص في هذا الموضوع هذا مزيان. من بعد مباحثات تحت رعاية الصين، السعودية تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران. باختصار السعودية قررت تعاود يعني تطبيع العلاقات مع إيران، وتوسطت فيها القضية الصين وكذا إلى آخره. حنا شنو غنقولوا أنا في هذه القضية، أو أنا شنو غادي نقول في هذه القضية؟ أنا غنقول السعودية ارتأت، يعني ربما الخير عندها بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للدولة السعودية باش ترد العلاقات الدبلوماسية مع إيران. هذه مسألة أو سيادة، مسألة سيادة، هما اللي كيعرفوا المصالح والمفاسد اللي كاين. اللي من عندي أنا اللي غنقول، والله إلا هادو اللي متبعيني مزيان وعارفين كلامي على الجزائر والتطبيع مع المجوس مع إيران، وكنقول إسرائيل والله أفضل من إيران. الرافضة الإمامية الإثنى عشرية، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. الإمامية الإثنى عشرية يقذفون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وبالنهار، عندهم أكثر من 74 فضائية مختصة في الطعن في العرض ديال الرسول وفي الإسلام، وكل شيء عندهم يعني دين ديالهم خاص. إذن الإمامية الإثنى عشرية هم بالنسبة أنا ما أعتقد وبعلم أنهم شر البرية، وعلى أن هادو اللي متواطئين معاهم، هذا النظام اللي متواطئ معاهم أو كل من يوافق، فوالله يعني الكلب أفضل منه، يعني إلا من ارتأى. هنا السعودية مثلا ارتأوا مصلحة معينة بالنسبة للبلاد ديالهم، داروا استشارات ربما بعيد على العقيدة، بعيد على الغيرة، على الطعن في عرض أمهات المؤمنين آناء الليل أقول وأطراف النهار في السوشيال ميديا على مدار 24 ساعة، و 74 قناة عندهم تلفزيونية فضائية خاصة بهذا الشيء هذا. فمن لا يغار على أمه عائشة وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه بلا ما يحتاج يكذب علينا ويقول لنا العروبة والإسلام، الإسلام أو العروبة ولا الله أكبر ولا شيء، أبدا أبدا أبدا، اللي ما تقصوش الغيرة. فالتطبيع مع إيران من أسوأ أنواع التطبيع. أنا أتكلم عموما لا أتدخل في السعودية ولا كيفاش هما شايفين الأمر، أنا كنعاودها للمرة الثالثة تفهمنا.
بالنسبة للكراغلة والماجوس أوكي يعني توافقت قلوبهم كيف هما يعني ماشي شي فرق كبير لا هادو دابا النظام العسكري الجزائري والذين على شاكلتهم عندهم شي ذرة إيمان أو ذرة علم أو ذرة عقيدة أبدا ها هما هكا كالبهائم يهيمون في الأرض حتى يمشيوا تحت الأرض ويأكلوهم الدودو فهمتوا ما عرفنا شكون كلشي المصير كيبقى عند أيوة مهم علينا الموضوع كنقول أنا مرة أخرى أن ما يمكنش يجي شي واحد ويقول لي أنا سمعت بعض اللايفات بعض الكراغلة كيقول لك الله هضروا على السعودية هي طبعت مع إيران تطبيع ديبلوماسي كنقول أنا بالنسبة لي أنا كنقول حنا ما ندخلوش في السعودية أعيد مرة أخرى ولكن التطبيع مع المجوس ويدكم وسخة سمعوا مزيان الجزائر الكراغلة يدكم وسخة باليمن وسخة بالعراق وبسوريا وبلبنان دمرتم تدميرا شاملا أربعة ديال الدول العربية الإسلامية اللي انتما يدكم فيها انتما يعني كمتحالفين ومطبعين مع هؤلاء المجوس والشيوعيين. أما بالنسبة للسعودية تقدر يعني تكون عندها علاقات مصالح وما يدير وما يكونش ضرر يعني لا هنا أو هناك، ولكن أنا لا أدري واش غيسكتوا على الحوثيين، هذا سؤال، واش غيسكتوا على 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 التشيع ونشره في الجزيرة العربية عياذا بالله في بناء أو فتح مراكز إمامية إثنا عشرية. أنا أتساءل لا أدري إن كان الأمر كذلك أو إذا ما ظهرت إرهاصات غادا تديف هذاك الطريق آنذاك لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. بالنسبة لي إلى غدا إيران قالوا الصحراء الشرقية غادي مغربية كذا، بالنسبة لي أنا كشخص فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم يبعثون. كان معكم حبيب الجماهير وعلى أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.